بحسب ملحن الأغنية ناصر الصالح، فإن نوال حصلت على كلمات قصيدة الأماكن للشاعر منصور الشادي وأعطتها للصالح ليلحنها. لكن بعد أن أنهى المقطع الأول وبدأ بتلحين الثاني، شعر أن اللحن يناسب صوت محمد عبده أكثر، فطلب من الشاعر أن تتنازل عنها نوال لصالح فنان العرب. للغناء قصة من الشرق بودكاست.